أبي. استوي يا أبي. اليوم بالليل يا أبو حسين منتكر على الله. والسلاح جاهز زعيم؟ إن شاء الله، وإن شاء الله يكفي، لأنه الرجال بالغوطة بده يبعتون للثورة بحلب، واللي فهمته إنه الشيخ أبو فيال طالب من أبو بطرس يدعمه بسلاح قد ما بيقدر، لأنه الرجال بحلب متأزم وضعهم. أيه الله يفرج عليهم بجهنم. آمين يا رب. أخي بعد صلاة العشاء أنت والقضيات بالعمارة بنلتقى بستان الدور. مشي زعيم. يا معلم أبو سليم، هاي الخانة شفته، شو رأيك؟ أخي اتكلنا على الله، إمتى بدنا نقعد ونحكي بالسعر؟ أخي السعر 1500 ليرة ذهب، والزلمة قرش ما بينزل، بقى شو قلت؟ اتكلنا على الله، موافق ونعمل اتكال، تفضل أخي. الله يا شباب، اليوم بعد نص الليل كلياتنا بنجتمع عند الحمام، مشي؟ مشي. ايه بس احمد بدي منك شغله. مور بدي اياك تروح تخبر ياسين الفتان شنو نحن مو طيبات مثل ما بتعرف. لعيونك ابو الفوارس اعتبره وصيل. يلا بخاطركم سلام. الله معك. الله معك. ميسرة. شرفوا اشربوا شاي. شرفوا. شرفوا. لك عبود اشبك حزيني انا. شيك هلا اشو اشرب مي. شبعت؟ ايه اشرب كمان. اخا لك لك ليش عم تسوي فيني هيك؟ تحت امك تحت امك اشوي تحت امك اشوي كمان خلص ربطني خلص. شو بدك؟ لك ليش هيك عملت فيني؟ عندي مشوار ضروري رايح وراجع. يعني هو الأمان بالله، وأنا أمنت لك وحكيت لك على قصتي. بس ما تأخذني بالكلمة، خايفك تكون خوان وتروح تقر علي. اسمع يا عقوب، أنا زلمة الدنيا علمتني ما أمن بابن مرة. بتفهم علي؟ افتح. لك شو بدك؟ لوين رايح تاركني؟ بكونوا حبايبك على وصول سيد راسي. منو حبايبي؟ جماعتك اللي كنت لابس مثله. افتح. أول شي هدول مو حبايبي، ثاني شي دير بالك على حالك. أنا ماشي بنور الله، ماشي يا عقوب. افتح لله. ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة معلم. الله يسلمك يا عبدي. العمر لك إن شاء الله. الله يسلم عمرك. بالنسبة للطلبات مشيت على دوز بارا وارد، كأنك أنت موجود يا معلم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو بتمر تشرب معلم؟ جيب لي كاسة شاي. على راسي أحلى كاسة شاي أحلى معلم. يعني رح تطلع
تطلع مع الرجال؟ ايه اخوكي فارس خبره لاحمد، هلا احمد قبل شوي اجى خبرته. والله يا ياسين كل ما بتطلع معهم بهب قلبي الهبه بالهبه لترجع. يعني فاطمه انت بتخافي علي وبتحبيني؟ لا انا ما حقلت لك مشان تروح تخبر الفرنساوي انه وحياة الشام وتراب الشام ما حخلي منكم المخبير وانا عبود الشام. مالك على بعضك؟ ما في شيء يا مو، قلت لك ما في شيء. لا في، انت ابن بطني وبعرفك لما بتكون مزعوج. امي ماني مزعوج، ماني مزعوج. لوين قمت؟ ما بدك تكمل اكل؟ ما بدي اكل. لا تقبرني، عود عود، روق روق يا مو روق. يلا كمل اكلك، كمل اكلك تقبرني. يا مو ياسين بدي اسألك، ما في اخبار عن ابن خالتك عبود؟ يا مو مشان الله، مشان الله لا بقى تجيبي سيرته. ليش يا مو؟ ليش؟ لانه كل مصايبنا من وراه. لا يا ابني لا تحكي عليه هيك، انا ربيته مثل ما ربيتك. مو الهيئة يا مو، مو الهيئة. لو كنتي ربيتيه مثل ما ربيتيني ما كان طلع هيك. يا مو عبود كان شاب ولا كل الشباب، كانوا كل أهل حارتنا بيشهدوا له بمراجله. ايه وشو اللي غيروه؟ هن اللي غيروه، ظلموه، كمشوا للفرنساوية، ولما طلع من الحبس صار واحد تاني. هن اللي خلوه يصير واحد تاني. الله وكيلك يا رب، لما اجى من شان يسلم علي ما عرفته. الله يسامحكم يا اهل حارتنا.
الله يسامحكم على اللي عملتوه بهالرجال. خلص يا مو، خلص لا تبلشي تبكي. يا مو برضاي عليك، لا بقى تحكي عليك. ومثل ما بقول لك كل مرة، إذا كانوا كل الخلق ضده أنت خليك معه لتقبلني. أمرك يا مو، أمرك. يا أبو قلبي إن شاء الله. يا ترى وين أراضي؟ شو عم ياكل؟ وين عم ينام؟ لا تخافي يا أمو، عبود قبضاي وبيدبر حاله، لا تخافي.